جاكوب 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 ألف خسارة جاكوب. كده تخدعني يا مناع، هتدفع ثمن غالي يا مناع. يلا رجالة شوفوا مين اللي وقع مننا ومين اللي اتصاب، وشوفوا همكم دياب. يا دياب الحقني يا ناجي، يا دياب الحقني يا ناجي، دياب الحقني يا اخوي دياب. سلامتك أموت. سلامتك يا دياب. اموت يا ناجي. سلامتك اخوي. اطمن انت بخير. الطلقه بسيطه جت في كتفك. امام امام ولد اخوي ناجي اتقتل ولا لسه حي؟ لا اطمن امام بخير. راح مع مناع ولد اخوي ورا الخواجه بيطردوه، وباذن واحد احد مش هيعاودوا الا لما يكونوا جابوا اجله. اطمن. اسرع بقى شوية، خلينا نوصل أصفار. مش هسيبك ترجع النجا يا مناع أبدا. اسرع اسرع مات. ادعى رجالة ربنا يسلم وينصر رجالتنا. قولوا يا رب يا رب، قولوا يا رب يا رب يا رب. فجرية ما تطوحيش انا زين. يا دياب 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 يا اخوي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. العيلة كلها كانت هتتقتل يا ولد ابوي. الحمد لله على سلامتك اخوي. روحوا كلنا في شربة مية. ناجي ناجي حسن اخوي. تعال اخوي. سعدون بقي في حياتك يا اخوي. تبقى قولناه ولدي ولدي مناع. اوعاك يكون صار شر. لا مناع بخير. اطمن يا اخوي. ليش يعني ان هو صمم يقتل خواجه؟ عشان هو شايف انه لسه خطر علينا، بس احنا قتلناهم كلهم. قتل دول وعاك يكون حد مننا. اللي اتصابوا وانقتلوا
كانوا من البندرية مش مني نحن، بس احنا برضو نجدناهم عشان ما نشيلش همهم ولا ذنبهم. خير ما عملت. ربي يجيبك بالسلامة يا ولدي، ربنا يجيبك بالسلامة. طمن على مناع، مناع ده بمية راجل. ايه تعمل الرجولة وحدي في الصحراء تحت الشمس؟ ودي تفوتني برضك اخوي. انا فوتت له في الصحراء امانة، قادر ربي كريم يوصلها له وتنجده كمان. طمن اخوي. مش قادر يا مناع اخوي، مش قادر. مش قادر يا مناع اخوي، مش قادر. ربنا يستر، البوصلة ضاعت وادينا بنلوش. لما الجمل اللي اسمه الجمل تعب، امال انا اعمل ايه؟ عشطان يا مناع اخوي ومش قادر اخذ نفسي. اصبر يا همام، نعدي المنطقة دي ان شاء الله هنلاقي حاجة نصطادها، ولا حتى نلاقي وكل للجمل. مش هنوصل يا مناع، قلبي حاسس ان احنا مش هنوصل. الجمل خلاص تعب وقرب يبرك وانا مش قادر. بص يا همام، شايف اللي انا شايفه؟ شايف ايه؟ انا مش شايف قدامي اي حاجه. في جمل بارك هناك. ها فين؟ الحمد لله. يلا ميه. يلا الحمد لله. الجمل ده بتاعنا، انا عارفه كويس. الجمل ده بتاعنا، نعرفه زين، هو يعرف الطريق. الفجرين. ها امسك نفسك يا صاحبي، امسك نفسك يا صاحبي. قادر يا مناع. قوم. قادر. قوم يا صاحبي، ما تخافش. شربني ميه. امش ميه يا مناع. اوعى تروح مني يا صاحبي. عايزك تبقى ناشف وتتمد. واطرح مني هناك. انا زين يا مناع اخوي، بس امان عليك يا مناع، لما يسالوك في النجح قول لهم ان انا قتلت اللي قتل عمي، قول لهم ان انا قتلت الخواجة مناع. الله يعيك. ما تخافش يا صاحبي، بس انا عايزك تجمد، تقوم اجدو عشان تقول لهم انك خدت الطار عنك. ايوه ان شاء الله نريح الجمال شويه ونرتاح ونعاود على النجح. قبل العشاء نقوم وصلنا. ما تنساش اخوي، انا اللي خدت الطار عمي. تعال فضل، انا اللي خدت الطار عمي مناع. الحب حاجه ما جربتهاش قبل كده عشان احكم اذا كنت حبيته ولا لا. عارفه يا مناع، مناع هو الوحيد اللي صورته مش عايزه تطلع من دماغي. كل اللي تقدموا لي قبل كده كنت بفتكر ملامحهم بالعافيه، لكن مناع كل ملامحه محفوره قدام عيني.
هو في حب بعد كده يا ست نورهان؟ حب؟ حب من مرة واحدة شفته فيها؟ تيجي ازاي؟ هو الحب كده بيجي مرة واحدة بصدق ويلغي العقل، لكن الواحدة مش لازم تلغي عقلها، وإلا هتفضل أسيرة لحبيبها طول العمر وما تقدرش تقول له لا. بس أكيد بتكون سعيدة هي وحظها، ممكن يكون حبيبها بيعيش نفس الإحساس وساعتها يبقى رضاها عنده بالدنيا، وممكن يكون حبيبها قليل الأصل ويستغل حبها ويستعبدها. كلميني بصراحة يا منال، بابا هو اللي طلب منك تتكلمي معايا في الموضوع ده؟ ليه بتقولي كده؟ أنا مش صاحبتك ومن حاجة اطمن عليكي زي ما بتطمني عليا. أصل حكاية الأصل والأصول هي اللي شغلة دماغ بابا، مع إني البني آدم كله قدامه، يعني أصله باين من أفعاله. مادام مش عاملة حساب أي حاجة يبقى حبيتيه فعلا، ونصيحة مني ليكي، اكتم الحب ده في قلبك وطلعيه بالقطارة، وإلا هيبيع ويشتري فيكي. ده إذا كان جليل الأصل، لكن أنا متأكدة إنه ابن أصول ومتربي كمان. ولدي الحمد لله على السلامة يا ولدي، الله يسلمك. مناع ولدي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابوي، اهلكت. ألف الحمد لله على السلامة يا مناع. الله يخليك يا عم. أنا كنت متأكد إن الأمانة هتوصلك. وصلت وصلت وكله تمام والحمد لله. قول لي يا ولدي، قتلت الخواجة ولا لا؟ لا، أنا اللي قتلت الخواجة وخدت الطار عمي. بقى في حياتك يا ابوي. عمك ما ماتش يا ولدي، عمك بخير. عمي ما ماتش؟ ما ماتش. طالما عمك ما ماتش ما تقول لهم الحقيقة. ايه الحقيقة؟ الحقيقة ان انا قتلت الخواجة. مش مهم يا ولدي مين اللي قتله، المهم ان احنا خلصنا منه. تعال يا ولدي روح بيتك، يا امك متوحشاك بتدعي لك طول الوقت. على السلامة يا ريس مناع. الله يخليك. على السلامة يا ريس مناع. ازيك يا شوقي؟ على السلامة. مناع اللي عمله زي اللي عمله همام، الاثنين اخوات. قول لي همام، كيف قتلت الخواجة؟ شوف ابوي، انا اول ما شفت عمي اتصاب دماغي طقت، رحت شايل الرشاش بتاعي وجريت ورا الخواجه، لقيته خاف مني وركب عربيته وهرب. ولحقته؟ طبعا ركبت على الجمل وشبط فيه مناع، قال لي لازم اجي معاك. خليك يا مناع، قال لي لازم اجي معاك. قلت له تعال، خدت وراي على الجمل ومشيت من طريق تاني لغايه ما بقيت بصاد الخواجه، وفتحت النار عليه لغايه ما خليته هو والعربيه بتاعته كتله نار مهوجه. الحمد لله على السلامة يا ولد. الله يسلمك يا ابوي. يا عنطر، يا عنطر زمانك انت. الله يسلمك. بعد اللي حصل من الخواجة وبعد الخيانة والغدر ما دخلوا قلوب أهل النجع، وبعد ما خسرنا ثلاثة من رجالتنا، أنا شايف إن زراعة الحشيش زي ما كسبتنا فلوس كتير لكن زرعت بينا الحقد والغل. عشان كده والنيابة عن أهلي مش هنزرع حشيش تاني ولا نتعاملوا بيه. ولدك هو اللي ابتدى بالخيانة يا كبير، ولولا إن حط للخواجة حنة بدل الحشيش كان زماننا بعنا وربحنا. انت اللي بدأت بالخيانة لما اتفقت مع الخواجة وعشمك تبقى الرئيس.
أنا طول عمري ريس، لكن أنت اللي كبرناك وعملناك ريس علينا سلكتنا، وكنت بتتفق مع الخواجة على اتفاق قدامنا وفلوس تانية من ورانا. هو اللي عايز أمر بيخبي دجنه، طبعا اتفق معاك من ورايا وما كانش يجرؤ يعمل كده، اللي لما لقاني عرفت انه بيبيع بضاعتنا بضعف تمنها لتجار مصر. انا كنت عملت ايه يعني؟ انا طلبت الزيادة قدامكم كلكم، ولو كنت حرامي صح كنت وافقت بالسعر اللي انت وافقت عليه. كان لازم نفهم من الاول، مش زي الاطرش في الزفة. شايفين الخواجة عمل ايه؟ زرع الشك جواكم عشان كده زي ما قلت مش هنزرع مخدرات تاني. وهتاكلوا منين يا حسان؟ نصيبنا من الارض هنزرعه خضار لينا واكل البهايمنا، واذا الارض ما كفتش هنشتري ارض خارج النجع نزرعها، وان شاء الله الوكل يكفينا ونعيش في امان وراحه بال. احنا هنزرع ارضنا حشيش وافيون ومعانا عيله عبادي، ومحدش من عيلتكم يخط ارضنا، وكمان نقسم الفلوس اللي خدناها من خواجة. أنا عددهم بيدي ناقصين 20,000 جنيه. وماله همام، نقسم كل حاجة بينا، بس نفضل إخوات وحبايب ورأينا واحد. وأنا هعيش في البندر أشوف مستقبلي، وأما توحشوني حاجة زوركم زي الضيف. وتهملني يا صاحبي؟ هتفضل طول عمرك صاحبي يا همام، وطول عمرنا خوات. هتوحشنا يا اخويا، ربنا يحببكم ببعض. هي دي يا اخوانا المحبه والمروءه اللي لازم تكون بين اهل النجع كلهم مهما اختلفنا. سلم علي لما قابلني وسلم علي. الله عليك يا واد يا حصان، والله العظيم يا حصان. خير؟ في ايه؟ في واحده هاني ما بتسال عنك. ما قلت لهاش ليه ان هو مسافر؟ وان انت قاعد بره ايه؟ عياقه ولا عياقه؟ ابا يجرى لك ايه؟ انا جديد هنا ومعرفش حد، ودول اتنين هواني من نمائيه اخر حلاوه. يا راجل طب روح دخلهم على طول. وسلم. الو انا حصاوي، مين معاي؟ اهلا اهلا، ازيك يا حاج سالم عامل ايه؟ لا والله ده الباشمهندس مناع مسافر بره وشحن المواشي والحمد لله، هو كلمني وقال لي ان هو ان شاء الله هيجي بعد يوم ولا يومين. حاضر ان شاء الله هبلغ ان انت حضرتك اتصل. مع السلامه يا حاج سالم، مع السلامه. اللهم صل على النبي، يا ارض احفظي ما عليكي. انا بسال عن باشمهندس مناع. والله باشمهندس مناع في بلاد بره، بس هو الحمد لله شحن المواشي وان شاء الله هيجي قريب. هو حضرتك من الضرايب؟ لو من الضرايب تعالى اوديك ان شاء الله لمدير الحسابات، ولو انت من الصحة تعالى اوديك للدكتور البيطري. كل حاجة محلولة ان شاء الله وما يكونش عندك اي شغل. انت رغاي كده ليه؟ متروك شوية. خد الكارت ده يبقى سلمه له لما يرجع، وبلغه اني منتظر مكالمته. حاضر استنى. مع سلامة الله، نورت وشرفتي. الله دي جميلة قوي وبين عليك مهمة والله. اما ايجي بقى يا بختك. الفراش بتاعه مش شبهه خالص يا نورهان، عبيط ورغاي بس قلبه ابيض زي. ايوه يا اختي زي مناع. اه منك بس انت وجعتي حته وجعه انما ايه؟ وايه المزرعه دي كلها يا بوي؟ اخرسي انت هتفضحينا ولا ايه؟ يلا بينا. انت صحيت؟ تعالي يا نسمة جاري هنا بنار الفرن. ها كل. والله قدرت يا بت. ايه الانسان اتعمو ولا انت يعني حاطه في راسك حاجه؟ انا؟ ما انت عارف عني كل حاجه يا مناع، انت الوحيد اللي بعرف اتكلم معاه في البيت ده. انا بس كنت مستنيه الفرصه يعني علشان اعرف اتكلم معاك. اديني قدامك اهو، ولو اني عينيك يعني ما تطمنش. بصراحه كده انا عايز اكلمك عن فاطمه. يا بوي انت كمان؟ ايه مالكم السيره غير فاطمه؟ انا غير الكل يا مناع. البت فاطمه طول عمرها زي اختي، بعدين البت طيبه وحنينه وزينه واي ملاك يعني، ملاك بجناحين نازل من السما زي ما تقولك ده. بس الاهم من ده كله ان مناع حاجه كبيره قوي عندها،
ده انا لو نطقت اسمك قدامها بس البت وشها هيروح ميت لون وايديها تبقى زي التلج وروحها تلف. خلاص خلاص ناقص تقولي لي هتبني لك معبد فرعوني. يا ريت يا اخوي. اسمع كلام اختك، البت فاطمه بتحبك، ولو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي حد يحبك زي فاطمه بنت مغاوري. اتفرج بيه الارض عافيه ايه ومش محتاجه غير الانفار، وبعد كده ترمي محصول ياما. امال مالك هاملها ليه؟ ده شكلها ما بتجيبش معاك ايراد. ايه لا غصب عني، اصلا مش فاضلها. ليه؟ دي ارض بعيده واخر الطريق، والانفار ما اعترضاش تاجي تشتغل فيها وتكلفنا طقطقين، يعني هتبقى مخسره معانا. خلاص يا عمي انجازف ونشتريها وبعدين نشوف كيف نصلحها، والله المستعان. خلاص يا سيدي خدنا ال 200 فدان بتوعك. لا دول 300 فدان وزياده يا مناع بيه، وانا معايا كل الاوراق المطلوبه مظبوطه ومتسجله. يبقى نروح للمحامي تقبض فلوسك فوري وتتنازل، وبالمره نسجل العقود. يلا توكل على الله. على بركه الله، حسبقك انا على العربيه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. على السلامه. يا ارض زينه يا ولدي، ربنا يدينا من خيرها ان شاء الله. ايه رايك يا ابوي؟ كده بقيت الارض من الطريق لحد النجع كلها ملكنا، نزرع فيها اللي احنا عايزينه، نربوا مواشي ونعمل كل حاجه. وفوت ارض النجع البندريه يزرعوا فيها مخدرات؟ والله ما يكون، لو حتى هنزرعها ججير. صدقوني زراعه الحشيش بتكلف كتير، وديتها زرعتين ولا ثلاثه والبندريه يخسروا الجلد والسقط ويجوا يشتغلوا عندينا انفار. على بركه الله يا ولدي، عمك ما يفهمش كيف ما نفهمك. يلا توكل على الله. اروح اصل الراجل. ربنا معاك يا ولدي، ربنا معاك. ايه مش فاهم ولدي. لو كان معايا بطاقه زي اخوك مناع كنت خدتك من يدك وهربت بيك على البندر وتجوزتك هناك، لكن هنا كبارات هم اللي بيتجوزونا. قولي لي يا نسمة، كان في قد ايه وما عملتوش؟ نسمة يعني انت راجل ما فيش في يدك حل والحل عندنا؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، يا عم دياب منه لله هو اللي عقدها، اعمل ايه؟ عمك ما يقدرش يمشي كلمته على ابوك. كيف الحال مع ابويا وعم ناجي؟ عندكم غير عندنا، عندكم الكبير كبير العقل، لكن عندنا كبير كبير البطن. يعني ابوك ملوش كلمة؟ ابوي ابوي بمليون حالة نسمة، قبل ما ياخد الافيون بحالة، وبعد ما ياخد الافيون بألف حالة، واللي يقبله في الحالة الاولى يرفضه في الحالة التانية. ما انت زي ابوك يا همام، من غير افيون ملكش كلمة. ليه يا نسمة؟ وانا من متى رجعت في كلمتي؟ وانت من متى بتنفذ كلمتك معاه؟ بحبك يا نسمة؟ هتجوزك يا نسمة؟ هحارب الدنيا كلها علشانك يا نسمة؟ وفي الآخر إيه؟ أنا في يدي إيه؟ ده لو كان مناع أخوي قال كلمة كان لازم ينفذها. لو قال لي زين من الناس هحارب الدنيا علشانك كان نفذها صح. أنا حارب الدنيا كلها، لكن حارب عيلتي؟ حارب عيلتي كيف يا نسمة؟ كيف؟ طيب يا همام، من هنا لحد ما تقدر تنفذ كلمتك أنت مش هتشوفني تاني. نسمة 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 استني يا نسمة، أنا بحبك يا نسمة. يا نسمة استني، تعالي يا نسمة، وقفي واسمعيني، وقفي واسمعيني. بعد عني يا همام، ما عايزاش فضايح، الصوت بيسري في الخلا. يبقى وقفي واسمعيني. عايز تقول لي ايه؟ هتقول لي ايه غير انك بتحبني؟ عايز اقول لك، عايز اقول لك اني بحبك، بحبك يا نسمة ورايدك، وعايز اتجوزك. لو خرمتيني من مقابلتك الدنيا كلها هتغشلك في عيني، ويمكن اموت يا نسمة، اموت. وانا قاعدة في بيت ابويا يا همام، وهو وافق على أول عريس يخبط على باب بيتنا. لو أبويا وافق عليه، لو حبيت تيجي أهلا وسهلا، حبيت تسمع كلام عمك أنت حر. خلاص غشلة جت وقفلت. يا مرارك يا همام، يا مرارك يا همام. سمعتوا من اللي أنا سمعته؟ ولا انا هنحلم؟ معقوله دي بنت كابلنا عشق همام ولد بنداري؟ والله لا افضحك يا وجيده في بيتك، كيف ما كنت هتفضحيني؟ عيب يا بهيه، وتشمتي فينا العادي؟ عيب. امال استورها؟
هو بعد الفضيحة دي حد من العيلة يرضى يجوزها حد من عياله؟ ولا يرضي ربنا أننا نسكت على اللي شفناه وسمعناه؟ أنا هروح لأمها هقول لها على كل حاجة سمعتها وهقول لكل الخلق، ولازم أفضحها زي ما فضحتنا زمان. يا مري نسيت تجيب البطاطس والطماطم لأمي، هرجع تاني. راح فين يا نسمة؟ نسيتي حاجة حد الأرض راح تجيبيها؟ راح أجيب شوية بطاطس وطماطم لأمي، ينوبك سوا بتيجي معايا؟ لا روح أنتي، أنا ورايا مصلحة للعيلة رايحة أقضيها. يا بنت الكبير اللي مشرفنا. قصدها هادي عرفت منين إني كنت حد الأرض؟ لحزمي؟ تكون شافتني مع همام؟ هملي اللي في يدك يا سعدية، قومي هاتي شوية وجيد نحمي الفرن. هدر ست وجيد ونادمة على عديلة، خليها تاجي تساعدنا، عاوزين نخلص الوكل قبل ما يعاول سيدك حسان وسيدك ناجي. ست عديلة اهي. تغرتي رحت فين يا بيت؟ انت مش قلتي هتعمل سريت البطاطس لجوزك؟ ايوه قلت، بس هعملها بايه؟ بالباذنجان؟ تتكلم عادل يا عديلة، في ايه؟ اسألي بيتك نسمة لما تعاود وشوفيها ايه اللي اخرها لحد دلوك. راحت تجيب شوية بطاطس وشوية طماطم من أدان الظهر. ليه؟ بتجيبهم من البندر ولا بتزرعهم من جديد؟ أسأليها كانت بتصرمح فين؟ شو كسر خشمك؟ هي بنتي بتاع الصرمحة؟ وديني اللي أنا جاي لجوزك ربيكي. ربي بنتك الأول. أنا سمعت عليها كلام يفور الدم هي وحمام البنداري. كلام إيه دي يا عديلة؟ البنت اللي تجيب لأهلها العار ملهاش غير الموت. هقوم أشوفها غارت فين. خلي بالك بهي قاعدة برة ومجمع الحريم حواليها ومستنية تشوف هتعمل إيه، وما نسيتش اللي عملتيه فيها زمان. اهدي، راح على وين يا ست وجيدة؟ وسع من وشي يا زرزور. كيف؟ كيف أوسع وانت واخدة في وشي كاني قتل القتيل؟ لسه ما تقتلش لكن هيتقتل. هيتقتل؟ ست وجيدة! كنت فين يا بنت؟ ترى ايه يما؟ كنت بجمع البطاطس والطماطم من غير شوفيها بطينة اهي. وبتجمعي فطار للصيام؟ اصلا يا يما انت لما... ايه اللي صابك يا بنت الكبير؟ ما احنا شفنا كل حاجه. قطع لساني اللي جبت سيرتي. اياكي تنكري، انا شفتك بعيني مع همام وسمعت حديثكم بوداني وكل الناس دول شافوك. ما تصدق يا يما، ده كان بيسالني عن اخوي مناع. والله يا بنت كدابه فظ وشك. شوفوا البجاحه يا اولاد. بجاحه فين الجماهير يا فجره؟ بجاحه فين يا فجره؟ انا بنت حسن الكبير واخت مناع، محدش يقدر يمس كلمه بعدي يا فجره. يلا يا بنت في الدم على البيت. يلا لما يجي ابوكي وعمك هم اللي هيتجوا. عجقه عجقه يا ناس عجقه، كلكم شفتوا صح؟ ايوه شوف كلكم شفتوا الخاتيه. يا فجره يا فجره. مرهان انت نايمة؟ آسف باين انك اتكلمت في وقت مش مناسب. ابدا، حبيت بس ابص على اسمك على الموبايل شوي. ليه؟ حبيت استمتع بانك بتطلبني بعدين انا اطلبك. وايه الفرق؟ ما هو برج العذراء كده، يحب دايما المبادرة تبقى في ايده، ما يحبش الاحداث توديه وتجيبه. انا مش عارف ليه مستحمل منك الكلام ده، أصلي مش متعود إن مرة قصدي ست يعني أسمع منها كلام زي كده. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس، السفرية طولت قوي. الله يسلمك. وهان وأنا ممكن أقول لك على حاجة؟ اتكلم يا باشمهندس. وحشتيني. مرهان مرهان نسا مرهان، انت معايا؟ مش هسيبك. الخط انقطع. الو، يظهر ان في مشاكل في الخط يا باشمهندس. حضرتك كنت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. المهم السفريه كانت كويسه والشغل ماشي كويس؟ الحمد لله كله تمام. وانا ممكن اجابل ابوك؟ طبعا، ما موجود في البنك كل يوم؟ لا،
في البيت. خير؟ قصدي يتشرف في اي وقت، بس اديني فرصه اساله وبعدين ارد على حضرتك. ماشي، بس ما تطوليش عليا. لا على طول. مبسوطه قوي لمكالمه حضرتك وعلى فكره انا عديت على حضرتك في المزرعه، كان في شويه مشاكل كده في الحسابات يعني. مفهوم مفهوم. تصبح على خير. مع السلامه. انت عارف اني بخاف منك، وصلت نفسي خوف منك، لكن عليا شهور ولا حراس. يا رب يا رب انا حبيت همام وهو حبني ورادني في الحلال، هم اللي حرمونا وعكدوا الجواز على شرعك وحلال. يا رب انا ضعيفه ضعيفه، انا مش طمعانه غير في عدلك وحلالك. يا رب يا كريم يا رب. بتموحي على ايه؟ ما خلاص يا بنت بطني، البينه بانت والعار اتحط على راس ابوكي، وهنتعايروا بيك العمر كله. حرام عليكم يا ام، والله العظيم شريفه، والله العظيم شريفه، ما تبقيش انت والزمن عليا. وفين الشرف يا بنت في اللي انت عملتيه؟ وانت برمختي شرفنا في حضن ابن البنداري. والله العظيم حرام، ده ظلم يا ام، ظلم. حرمت عليك عشتك. خلاص خليكي مرميه هنا، ولو كان ليك عمر وطلع عليك النهار مش هتلاقي غير ليل القبر اللي ملوش آخر، وادعي ربنا إنه ما يطلع عليك النهار. لا يما، يا يما كده أنا مش بنتكم. مش حرام عليك أنت تعيشينا طول العمر مذلولين، وتخلى أبوكي كبير النجع يطاطي راسها؟ منك لله يا بعيدة، ملعون البطن اللي شالتك. يا رب يا رب يا رب. مجنون انت ولا عقلك راح؟ كيف تقول على روحك انك انت اللي قابلتها في الطريق وقفت تتحدث معاها؟ ما هي دي الحقيقة يا بوي، نسمة ملهاش ذنب، وانا لو ما اعترفتش على روحي هيقتلوها. يا ولد اخوي، ما انت لو اعترفت على روحك هيقتلوك انت. بقولكم ايه، تعالوا تحدثوا جوا عشان نسون ما يسمعوناش. هيشيلوك العيب يا ولدي، ويقول عليك قليل الحياة، وحتوقع العيلتين ببعضيهم. يا ابوي انا اهون علي اقتل ولا اني اوسخ ثوبها نظيف واقول انها جاتني برجليها؟ ما دام هي دي الحقيقه ما تقولهاش ليه، ونفوتهم نفوتهم يربوا بنتهم كيف ما هم عايزين. هيقتلوها هيقتلوها يا ابوي، نسمة ما تستحقش القتل. يا ابوي انا بصراحه أنا بصراحة بحبها، بحبها من وإحنا صغيرين. أيوة 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 أيوة، عشان كده كنت بتحرضني في المجلس إن أطلبها لك وتقول لي إني بورط أبوها. أتريك بتورطني أنا؟ وفيها إيه يا عمي؟ فيها إيه لما تجوزوها لي؟ بعد اللي حصل ده مش ممكن تتجوزها. حسان لو وافق يتجوزها لك يبقى بيعترف على بنته إنها خاطية، ودي حلها القتل مش الجواز. يعني كده كده لازم يقتلوها، ولما يقتلوها مش هيدوروا على اللي غواها عشان يقتلوه؟ يبقى اكرم لي ان انا موت وانا فايت سمعتها نظيفه. انا هروح لحسان اقول له البت اللي مطصون الشرف هتستاهل اللي اجرالها، والراجل معلش يلوم. لا يا عمي لا يا عمي، كده كده يقتلوها. احب على قدك يا عمي، احب على قدك، بلاش. وقف يا دياب وقف،
كلامك دي مش هيحل المشكلة، مش هيحل المشكلة. أنا لقيت الحل اللي رايح الكل. أنا هروح لهم بنفسي وأعزمهم على فرح حمام. فرح مين؟ الأسبوع ده حجوزك جميلة بتعبك سعدوها. والحياة بقى من الميت. أنا كبير العيلة وشفت كده. بتساعدون الله يرحمه. ما فيهوش راجل وبته ومرته محتاجين راجل وسطيهم بس بالحلال. يوفر لهم الجود والأمان. عشان كده حجوزك جميلة. وفك الحداد. يا سلام يا ولد أبوي على مخك الكبير. بكده عاد هم ملهمش عين يتهمونا ونبقى نفينا الحديث الماسخ ده عنك. بقول لك ايه، اذا سالوك يعني عن وقفتك معاها في الغيط قول لهم كنت بسال على اخوها مناع اذا كان موجود ولا لا. ليه؟ ليه؟ عشان اعزمه على فرحي. ويتفضل مشكل. يا بوي بالبساطة دي ماشي عشان سمعتها انا هوافق، بس بشرط تتأجل دخلتي لغاية ما اطمن على نسمه مشان اتجوز وهي تتقتل. معناته هي الكلام ده يا بن داري. معناته واضح لكل اللي يفهم في الناجم. فيش حاجة وحشة بين ولدي وبنتك لا سمح الله. لا دي كلام حريم وكيد نسى. وحضورك فرح ولدي هيقطع كل لسان. ده ايه الحديث الماسخ ده؟ فوق يا بن داري فوق. يعني ولدك يشغل بيتنا ويسوق سمعتها وعايزنا بعد كده نطرمخ على الموضوع؟ لا والاكاده جاي بكل بجاحة عايزنا نحضر جوازته. ده ايه ده؟ بطل الحمقة دي يا ناجي. بلاها بلاش. انا زي ما قلت عيلين صغيرين متربيين مع بعضيهم وبتحدثوا مع بعضيهم. ما فيش سوء نيه لا سمح الله. انا لما شفت نسمة في الارض قلت اسالها على مناع صفر ولا لسه. كنت عايز امسك فيه يحضر فرحي. ما هو صاحبي انتوا كلكم عارفين. وبعدين موضوع جواز همام من جميل هذا موضوع قديم ومعروف قبل الكلام العفش ده ما يتقال. احنا حدانا ولا يا حسان ولا قاعدين من غير راجل. بيت ود عمي سعدون الله يرحمه الله يرحمه. عشان كده انا بدرت بجوازه من جميله. ويرضي ربنا ان ولدكم يتجوز الايام دي والدنيا مولعه. الكلام على بنتي على كل لسان. اللي كلامه عن بنتك بالباطل احنا نجيبهم وسط النجا ونقطع لسانهم ونفض السيره دي. لا يا بن داري، نقطع لسانهم بقعده عرب ونجيبهم يشهدوا باللي شافوه واللي سمعوه. والحكم اللي حيطلع يتنفذ حتى لو كان بقتل بيتي وولدك. لا لا يا حسان، المحكمة دي ما تلزمنيش. أنا ما ضيعش دم ولدي قصاد دم بنتك. مش ولدكم اللي طلعت منه العيبة وتعدى الأصول؟ يا عم ناجي أنا قدامكم أهو مستعد أقول قدام كل الناس إن نسمة كيف أختي زينة وإنها أشرف بالشرف. صدقني حسان، حضورك فرح ولدي هو الحل ونخلص من موالي العفش ده. مبارك يا همام، بس يا خسارة مش هقدر أحضر فرحك عندنا أحداث. لا يا عم حسان حرام عليكم تقتلوا نسمة. نسمة ما تستحقش القتل. اقتلونا انا لو عايزين، لكن نسمة نسمة شريفة
واحلف على كذب كتاب الله. ما يلزمناش حلفانك ده. نزل سلاحك يا ناجي، مهما كان ضيوفنا. انا عارف نيتك يا حسان، لكن قسما بالله لو شعرت بست من ولدي لولع في النجع كله. يلا همام، يلا يلا.